الرساله الثانيه هو مرتبط بالكرافطه اللي انا لابسها دي. الكرافطه اللي انا لابسها دي مش من مالي الخاص ومش انا اللي جايبها، دي ذوق ولد جميل اسمه مازن. مازن شاب صغير في اولى ثانوي، كل علاقتي بيه بالتلفزيون. فوجئت ان لقيت شاب جميل بيتواصل معايا وانا نفسي اشوفك وانا بروح الجيم زيك وانا بحبك. انبسطت قوي من فكره ان شبابنا اللي في العمر ده ارتباطه بشيخ، مش بس بفنان او ممثل او لاعب كوره. مازن كان رساله نجاح بالنسبه لي، يعني هو مازن حاسس ان هو اللي فاز، لا انا اللي فزت. فزت بان حد زي مازن، وده اللي يهمني. اكيد حضراتكم من الساده الفضلاء الكبار في السن والمثقفين، اكيد كلامي ربما يكون مش جديد عليهم، او ربما يكون عليهم جديد عليهم طريقه الطرح او ما الى ذلك، لكن اكيد هم فاهمين. لكن في وسط زحمه الحياه ولعب الكوره والبلاي ستيشن والكمبيوتر والفيديو جيم، انه يحب حد بالشكل ده، والحد ده يعني وله مغني وله مطرب وله لاعب كوره، دي رساله نجاح بشكرك عليها يا مازن. قصدت ان انا اطلع بالكرافطه دي بتاعت مازن واقول للناس كلها ان مازن اكرمني وحبني وكمان جاب لي هديه. وانت صديقي يا مازن، واتمنى ان انت ان شاء الله ربنا يكرمك ويسعدك. القضيه بقى يا اخوانا ان بفضل الله انا مش مازن بس اللي بتواصل معاه، انا بتواصل مع اكتر من حد زي مازن. فكره مازن بس، مازن كان بيقول كلام بيعجزني انا عن الرد عنه، يعني بيقول عني كلام بيعجزني انا في الرد عنه. انبهرت بالولد ده لانه مهذب، وفي نفس الوقت احيانا ادبك قد يكون حاجز انك توصل لحاجات كتير. فانا بقول له انت جميل وانت كويس، بس عايزين نفهم الدنيا شويه وعايزين ناخد بالنا من نفسنا شويه، وربنا يوفقك.